السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. فيديو جديد، حلقة جديدة من حلقات رمضان. ثالث حلقة. سلسلة اليوم اكس افانا وغتلقاو كاع السوشيال ميديا في صندوق الوصف. لو بغيتو ان نقولو سمع ديالكم في الاول في خاتم الفيديو، قولوا تبغيو ديالكم ودينا ديالكم في صندوق الوصف. ديرو كومونتير زعما خاصكم تبقاو حتى الاخر ديال الفيديو حيت يمكن لكم تسمعوا سمية. دونك هذا النهار اول نهار في رمضان، كنظن انكم غادي تشوفوا هذا الشيء حسن غدا ولا حسن بعد غدا، ولكن دابا فالنهار اللي كنصورو حنايا اول نهار في رمضان انا عيانه، راسي كيضرني في الكحه، ولكن كاع ما نشك عليكم وصافي كامل كاع ما تشكا. كنت شكيتي شنو؟ صايمه سالينا صايمه. لا ماشي دابا، لا شي ورقه لينا غادي تاخذوا. سمحوا لنا الجيران رمضان عاد جاهم يديروا هذا الشيء، شكرا ليهم. شكرا وريني شو الطعام محتاج. هي انا وشي واحد صافي لينا دابا خاصنا نمشيو نشوف ديال الوريقه ديالها. واخا لينا بعدا ما صايماش. انا صايمه. دايره صايمه ولكن باينه بنتي من وجهك انك مريضه. حنا غادي نخليوك دابا في العرس. مشي شوفوا لينا شنو غادي يطلع لها في وقتها. يلا سير. اش من واحد انا ما عارفه شنو اختات هي غوز. تخبرك راه عندكم تقريبا شي حاجه بحال بحال. ما عرفتيش تقرا بصح والله خرجتكم نفس الشيء انتما وياهم. خرجتك بحالها. يلا اري هذيك باش ما تعاودش تكرر مره اخرى. يلا زيدي. شكرا. التضحيه دو السكوتش بقى منين ترجعي زولي. يلا زيد. اييه داك الشيء اللي كان مكتوب في الورقه. المهم المغرب قربت. ها هي ديليله. انا غادي نسخرتنا غادي نديروا داك الشيء اللي مكتوب في الورقه. هاجي اختي نجي نهضروا عاد ديك الساعه نكملوا. المهم شتي هو بدات كتنقط وخرج ندير داك الشيء مكتوب في الورقه، ولكن بيان سور ما غاديش نوريوه حيت ما يصلحش. المهم انا ولينا غادي نمشيو نكملوا شنو تبقات لك شنو تابعنا وندخلوا على الدار. تعاونيني في توجد الفطور. حيت كنبغي نوجد الفطور. يلا المهم واش فيك الجوع ديالها شنو باغا تاكل؟ كلشي اكثر ديال البريوات. يلا انا وضيع ضيع خلينا في الدار حيت اجي نقول واخا هي نورمالمون ضيع خاصها تصاوب داكشي اللي في الورقه راسها، ولكن حيتاش مريضه تكلفنا انا ولينا هي ما غاديش تقدر تخرج. هيا بينا مساعده ديالي. المهم هنا جات كتعاوني درت معايا شنو درتي معايا؟ سموذي ديال الزهر. المهم انا راني مازال غاديه. يلا سير ضياء وعاوتاني كتوجد الطبله. حنا ضياء دونك قلت لكم انا غادي نسالي غادي نقرا على الاقل جي ديال الكتابه في هذا رمضان ان شاء الله. وراني بديت في فواياج سونتر دو لاتا غادي نعاود نقرا نسيت لاباج 54 وغادي نعاود نقرا هاري بوتر. قبل من هادشي كنت قريت القران جي عزيز كاع هذيك البلاصه، ودابا غادي نحاول انا يمكن من هذا غير نسالي هذا غادي نبدا في هذا. الى كنظن ان غادي يبقى لي واحد شي ان بو دو جور وغادي نبدا نقرا في ان اوتر كتاب واحد اخر. ولكن خاصك ديري واحد الحاجه ما تجيش للكوزينه تضمس حتى تسالي القرايه. يلا اقرا نكون داخله للكوزينه غادي تدخلي تعاونيني شي شويه. لا داك الله صافي. بون كوراج. واخا 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 ولكن حنا نورمالمون كنا عوالين فين نمشيو من الفطور. كنا عوالين نمشيو لشي بوز دريعه. كنا عوالين نمشيو للبحر. ولكن حيت الشتا والبرد دونك ماشيش الجو ديال البحر. صافي كنا نديرو واحد الدويره ونجيبو الزريعه وشي حاجه باش نكملو معاكم لاصواغي ديالنا. انا كاع ما شتيونيش هاد لافيديو سيرتو لي على التخنسيسه. يلا سير احسن سير. تهديتكم شي غادي نقادو فيلم في التلفازة. انا بزاف
عندنا زرعه كحله وزرعه بيضاء. هاد بنانا تشيبس كيعجبوني انا الانجليزي. ولكن عرفتي شنو خاص واحد الحاجه يقول لك الاصدقاء شنو هما كيتبعوا فاش كيتفرجوا في التلفزيون شي سيري ولا شي مسلسل ولا سلسله سي رمضان شنو كتفرجوا فيه العكس لي فونطان وممكن حنا ما متبعين دابا حتى حاجه انا حتى حنا ملي كنتفرجوا في واحد لي سيري انتما كتفرجوا فيه بحال العام اللي فات كانوا قالوا لنا بنات العساس وطلع واع هاد العام هذا ما تفرجنا حتى فشي حاجه المهم يقول لنا اقتراحات ديالهم وصافي يلا نشوفوا الفيلم بصحه شنو دارت ضيعوا لا ضيعوا ايوا ميرسي قالت غادي تصاوب ليلك قولي لها ولكن اكونديسيون شوفوا صوبات الفيلم ودارت مع حقتك لي في خبي قالت نجي تاكلهم مع لينا مع ضيعوا بقيتي فيها حيت مريضه وعيا هنا ضياء ما بغاتش تتعشى ولينا ما بغاتش تتعشى حيت في المغرب كلينا مزيان ضياء قالت حتى الفجر غادي تنوض تقدري زعما تنوضي في الفجر قول خاصني نوض في الفجر شنو تنوضي ديالي تنوض تسحر تاكل تقضي المسائل ديالها جا داك الميكس مزيان ما بين لي فخوي وهذا المهم جربوه لينا كيفاش درتي الفلون عطينا عرفك الطريقة ديالك نشوف زيت من الطاسة ديالو هذا راه خدات واجد ودارتو تما ودارت مع هذا يلا اختي بصحة وراحة بس لينا كنت كتفرج ياك تهدت عينيها نعسات شو مشي هكا مسكينة تهدت عينيها نعسات و التليفون طاح لها ونتي شنو كدير كتبكي نتسم خلوة تفرجنا في الفيلم درنا شنو الفيلم راه كيوريتي ضياء نعسات كنت باغيها تسد معايا لا فيديو ولكن نعسات ليلو حتى هي تقرب من غادي تنعس مهم قولي شي حاجه شكرا شبيت حتى لخد الفيديو ما تنساوش ديروا لايك تابونا غتلقى يوتيوب انستغرام تيك توك وشي غتلقى في تسناو فيديو واحد اخر قريب ان شاء الله مهم كما اتفقنا غادي يكونوا فيديوهات الثلاث نهار الجمعه ونهار السبت ونهار الاحد ان شاء الله ولكن ربما غادي نزيدوا فيديوهات اخرين اذا ما عرفناش اذا كانت شي حاجه اللي زايده غادي نعلمكم ان شاء الله ونتلاقاو في فيديوهات وحدين اخرين تبقاو على خير وبسلامه.